كيف أمارس التواضع؟ لأني أشعر أني ممكن أكون متواضع في عينين الناس، لكن داخلياً أقول أنا أستحق أفضل، أو أنني فعلاً أستحق مديح على شيء ما. فهل ممكن قدسك تقول لنا كلمة أو وعظة أو ترشح لينا كتاب عن هذا الموضوع بأساليب مفيدة؟ آسف على الإطالة. علشان أطمنك، الاتضاع والمحبة الكاملة لله هما أعلى فضائل في المسيحية، هنفضل نجاهد فيهم لغاية آخر يوم في حياتنا، ومهما وصلنا هتحس إنك بعيد قوي، ومهما طلعت هتحس إنك لسه بعيد أكتر من الأول. لأن أنت عمرك شفت واحد متواضع لك أشكر ربنا الحمد لله أنا إنسان متواضع؟ ده هو لو قال كده يبقى وقع في أعمق خطايا الكبرياء. فالاتضاع دي فضيلة مفتوح الجهاد فيها. طيب هدي لك تدريب وكتابين تقراه. التدريب الأولاني إنك أنت تفكر في خطيتك كل ما يجي لك فكر مديح أو فكر إدانة أو فكر إنك أفضل من إنسان أو تستحق أفضل. لو بصيت في خطيتك اللي أنت بتبقى محرج قوي ومتعلسم وإنت بتقولها الأب اعترافك، أو اللي ممكن تكون سبب كسوفك إنك تقف قدام ربنا وحتى تقول له أبانا الذي، ده كافي قوي إن يخليني أعرف حجمي قدام ربنا شكله إيه. يبقى التدريب إن أنا أفتكر خطيتي. طيب طبعا التدريب اللي تضع كتير قوي. الجزء الثاني ايه الكتاب اللي انا اقراه؟ الحقيقه كتاب نيافه الانبا يؤنس الجزء الاولاني فيه ثلاث ابواب وفصل متصلين ببعض، باب اسمه التواضع، وباب اسمه الكبرياء، وباب اسمه الكرامه. الثلاث ابواب، الكرامه ده جزء يعني، التلات أبواب دول مهمة أو تقراهم. طيب عاوز أعلى من كده شوي، هتجيب بستان الرهبان، وفي بستان الرهبان في الصفحات الأخيرة في الفهرس بتاعه في حاجة اسمها فهرس الموضوعات. يعني إيه؟ يعني كل ما جاء عن الاتضاع كتب لك صفحة 67 122 147 159 201. يبقى ده اسمه فهرس موضوعات. يعني إيه؟ يعني هو نقى كل ما كتب عن الاتضاع وحطهولك، جمعهولك تجميعة. فلو انت ابتديت تقراهم الحقيقة هتستفيد. لكن ممكن تبتدي بكتاب بستان الروح على الأقل أهدى شوية، بستان الرهبان يمكن أقوى أو أشد شوية في تدريبه أو عرضه لبعض القصص الشديدة.